وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو بغيتكم تركزوا لي على الكلام ديال هذا الصحفي الجزائري اللي غادي يقول لك بان اغبى نظام في العالم هو النظام الجزائري. كيفاش لي النظام كيخرج وكيقول لك بانه تفاجئ من القرار ديال اسبانيا بدعمها لقرار الحكم الذاتي؟ اذا فين كنتو نتوما وفين كانت هذه الدبلوماسيه ديالكم؟ واين هي هذه القوه الضاربه ملي كتخرجوا وكتاكدوا الغباء ديالكم وكتقولوا انكم تفاجئتوا بالقرار ديال اسبانيا؟ وباش تاكدوا انكم نظام غبي كتلعبوا جميع الاوراق ديالكم، خصوصا الورقه ديال الغاز اللي كنتوش قدروا تبقاو تبتزوا بها المغاربه، لعبتوها وطحتوا في الفخ وما بقى عندكم حتى شي ورقه اللي تشدوها على المغرب. كيف ما درتوا في 75 ملي طردتوا دوك المغاربه اللي كانوا مزوجين ببناتنا وبولادنا وكانوا كيفلحوا الاراضي ديالنا وكانوا فيهم حرفيين، هزيتوهم وجريتوا عليهم من الجزائر. علاش؟ غير باش تقلقوا الحسن الثاني. وهذا كياكد بانكم نظام غبي اللي كيغامر وكيلعب بجميع الاوراق ديالو. وحتى اسبانيا بدات كتتجه للولايات المتحده الامريكيه باش تستافد من الغاز، في حين انها بدات كتدور وجهها على الجزائر. وهذا ما الا كياكد على الغباء ديالكم وبانكم ما خدامينش، وبان هذه القوه الضاربه ما هي الا مصطلح كتعطيو للشعب الجزائري يستهلكوا، وما كاين لا قوه ضاربه لا اقوى دوله في المنطقه. ملي كتخرجوا كتقولوا بانكم تفاجئتوا بالقرار ديال اسبانيا، هذا كيعني بانكم ما خدامينش. فنخليكم مع هذا الفيديو، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. المغرب في المقابل المشاوره، وزير خارجية إسبانيا يقول بأنه أن إسبانيا مدريد أبلغت الجزائر بتغيير موقفها حول هذا الموضوع. تحية لك ولضيوف الكرام والإخوة المشاهدين. طبعا ربما قبل الإجابة على السؤال أرجع إلى ما قاله الأخ اللي لابد من مصادقة البرلمان. نحن لسنا أمام اتفاقية اعتراف، نحن أمام موقف سياسي. إسبانيا تقول إن الخطة المغربية هي الحل الأمثل لغلق هذه الأزمة التي تؤرق المنطقة وتؤرق العلاقات بين الدولتين وبين ضفتي البحر المتوسط. وعلى هذا الأساس لابد أن نعطي لهذا الفعل السياسي، الموقف السياسي، قيمته سياسية. أولا نرجع وش قال النظام الجزائري. النظام الجزائري قال الجزائر تفاجأت بانقلاب الموقف. تفاجأت، واش كنتو ديروا وراء الدبلوماسيه تاعكم وراء المخابرات تاعكم؟ قاعدين تبزنسوا وقاعدين تعسوا في المعارضين وتعسوا في الاحرار. كيف يمكن لنظام يقول تفاجأت؟ الا يوجد في هذه البلاد هيكل للاستشراف؟ الا توجد مخابرات؟ الا توجد دبلوماسيه ترصد؟ ما دور الدبلوماسيه هذه؟ الدبلوماسيين اللي يسلكوا بالصوار بالاموال تاع الشعب، واش قاعدين يديروا في اسبانيا؟ قاعدين يشريوا ويبيعوا ويبزمسوا. اذا هذا اول شيء باش يبين لك باللي ما كان لا دبلوماسيه ولا استشراف ولا مخابرات، ولكن همهم الوحيد يعرضوا الحركيين يدخلوا ولاد الجزائر الاحباس في الداخل وانتهى الامر. بالنسبه لقضيه الغاز، لابد ان نعرف حقيقه واحده. النظام الجزائري تظاهر بانه يعاقب المغرب بغلق هذا الانبوب. ما عندكمش، ما عندناش انتاج كاف من الغاز حتى نرسله الى اوروبا. الكميه التي كانت اقصى كميه كانت تمر عبر الانبوب الغاز المار بالمغرب 800 ألف متر مكعب فقط. هذا مكان ماذا تمثل بالنسبه لاسبانيا؟ تمثل اقل من 2% من احتياجات اسبانيا فقط. إذا الجزائر أغلقت هذا الأنبوب ليس لمعاقبة المغرب، وإنما للتغطية على ضعف الإنتاج وعلى انهيار الإنتاج وعلى وهو ما قاله أيضا عطار كما أشرت إليه جمال الدين. الشيء المهم في هذه القضية، إذا كان إسبانيا غيرت هذا الموقف، معنى ذلك أن الجزائر بلغت من الضعف، رغم أن إسبانيا هي أول، الجزائر كانت أول ممول لإسبانيا بالغاز، وكما قال الزميل انخفضت الآن بنسبة 25%. الآن الجزائر إسبانيا تستورد الغاز من أمريكا، الغاز المسال جيانال، ثم من الجزائر، وإسبانيا ستبحث أيضا عن مصادر أخرى لغير غاز جزائري. إذا الضعف الجزائري هو الذي جعل إسبانيا تتجرأ على أن تأخذ هذا الموقف، لأن إسبانيا مهما كان الخلافات داخل الحكومة الإسبانية، دولة ديمقراطية، هناك يولاندا دياز نائبة رئيس الحكومة الثانية اللي كان ضد القرار، ولكن القرار يلزم الحكومة المغربية الإسبانية، قرار إسباني سيد، لأن هذه الحكومة جاءت عن طريق
إرادة الإسبانيين. الآن يتغير الموقف غدا لكل حادث حديث. إذن الضعف الذي وصلت إليه حتى في الأمم المتحدة، الدول الإفريقية التي كانت كلها تؤيد موقف الجزائر في الصحراء الغربية وفي كثير من القضايا الدولية لم تؤيد الجزائر. دول إفريقية أيدت المغرب، أيدت المغرب دول إفريقية. طيب. إذن هذا الانهيار والانسحاب الجزائري، الانهيار كل يوم يظهر بأن حكم العسكر يصنع انهيار الجزائر على جميع الأصعدة، صعيد الاقتصادي، صعيد الدبلوماسي، صعيد الإعلامي، ويخرج لك واحد يقول لك تفاجأت وش قلت تدير، ويخرج لك رئيس وزير خارجية يقول لك الجيش والدبلوماسية وجهان لعملة واحدة. صحيتك تقول الكلام اللي نقولوه عندنا سنوات باللي الجيش اللي يحكم. ما الجيش مي دولة عسكرية مش دولة مدنية، واش دخل الجيش في قضية دبلوماسية لو كان جيت تعرف شوية دبلوماسية. ولكن هذا العمامرة ولا غيره مش هو اللي يكتب ومش هو اللي يقرر، هما جماعة الدي سياسة اللي تكتب اللي تقرر، يعرف ولا ما يعرفش، المهم هو اللي قرر ويهز التليفون يقول له قول هكذا وخلي. إذا نحن أمام انهيار تام وضعف هزال، وهذا الناس هادو اللي راهم حاكمين الجزيرة مدينها للواد، يعني رأس المال اللي دارته ثورة التحرير واللي داروه الرجالة، ونحن في عيد الاستقلال نتذكر الأبطال اللي صنعوا تاريخ الجزائر، يجيوا جماعة من الجنرالات فاسدون مفسدون، ما عندهم حتى تصور، ما عندهم حتى شرعية، يتلعبوا بالكابيتال اللي دارته الثورة. لما كانت الجزائر في الاستقلال لا يكون هناك قرار في إفريقيا إلا بموافقة الجزائر. تتذكر سي جمال الدين لما كانت الجزائر تقود إفريقيا كاملة في معاداة نظام الأبرتيد في جنوب إفريقيا ومعاداة الزاير لأنها كانت لها علاقات مع إسرائيل. أين هي الجزائر الآن؟ لأين الآن يتجرؤ علينا دول؟ جزائر فاشلة في مالي، فاشلة في ليبيا، فاشلة في جنوب إفريقيا، فشلت مع فرنسا، دارت مشكل مع 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 مع, مع, مع إسبانيا. دايرين باش لاتين بالبزنس، ولاتين يدكوا في ولاد الناس ولاد الشعب الأحرار في السجن باش يبقاو هما في الحكم ويبقاو يجرون الجزائر نحو الانهيار. إذا الشيء الوحيد لازم لي نعرفوه أنه الاتحاد الأوروبي والقرارات الأوروبية وغيرها، هنا نتذكر برك بعضهم يقول أو الاتحاد الأوروبي راه ضد الصيد البحري وكذا، بصح الاتحاد الأوروبي كي يتكلم على حقوق الإنسان في الجزائر تقولوا تدخل خارجي مش مليح، وكي يتكلم على الصحراء الغربية ولا موقف مليح، إبه هزوا فهموا رواحكم، الاتحاد الأوروبي هذا مليح كي يهز جميع القرارات ولا لا. شيء آخر وأخير في قضية الغاز، لابد أن نعرف بأن الجزائر ليست لها في أحسن الأحوال، لن تستطيع الجزائر إلا إضافة 3 ملايير متر مكعب من الغاز فوق الشيء اللي راهي تبيع فيه الآن. نحن لا نصدر إلا 35 مليار متر مكعب فقط، هذا ما كان، هذا وش حلبت ما كان، ما كان عندنا لا إنتاج ولا قدرة. وهذه 3 مليار باش يزيدوها لازم ينقصوها، إما يحصلوا عليها من الغاز الذي يذهب هباء لأننا لا نستطيع استجماع جزء من الغاز، وإما ينقصوه من الاستهلاك الداخلي. وإذا نقصوه من الاستهلاك الداخلي معناه ينقصوه من 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 من, من وقود السيارات، وينقصوه من الكهرباء التي تصنع 95% من الغاز وغير ذلك. إذن الجزائر حتى الورقة الاقتصادية، ونختم هنا جمال الدين سامحني، حتى الورقة الاقتصادية كان من المفروض أنت نهار غلقوا الأنبوب تكلمت مع واحد من المدافعين الشرسين عن النظام الجزائري، قلت له هذا 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 هذا, هذا استحمير هذا، قال لي علاش؟ قلت له كيفاش أنت كانت عندك بطاقة، عندك ورقة تلعب بها مع المغرب، تمد لهم شوية بترول شوية غاز ودير عليهم شوية ضغط وتقول للشعب المغربي أنا نعاونوا فيكم، أنا نبيعكم بالغاز بأثمان رخيصة، أنا كذا والمخزن نتاعكم هذا هو اللي مش مليح وكذا، تنحي هذه الورقة تنحيها من يدك وتعطيها لإسبانيا، يعني تقوي إسبانيا باش تضعف روحك، كيما داروا العسكر في 75 حكم المغاربة تلفهم الجزائر، كان يظن أنه المغرب كان يظن أنه يقلق الحسن الثاني لما يخرج المغاربة، بينما كانت بطاقة في يدنا نلعبوا بها مع المغرب، وبينما كانوا إخواتنا المغاربة اللي مزوجين ببناتنا ومزوجين بولادنا هذو كانوا يخدمونا في الأرض في الجزائر. يجيوك العسكر حكم العسكر أو العسكر فاشلين، ما كان لا حليب، ما كان لا زيت، ما كان لا دبلوماسية، ما كان لا غاز، ما كان لا إعلام، هذا هو حكم العسكر. حكم العسكر معناه الخراب، ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش. ك
كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد، وديما مغرب.